نشرة والأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في تصاعد، ومعتمديات في ولاية جابس تصنف ذات اختطار مرتفع ومرتفع جدا، ومستشفيات الجهة تبلغ طاقتها القصوى. عادات وتقاليد تحافظ عليها الأسر في الجهات، احتفال بشهر الصيام وحركية في الأسواق يرافقها تذمر من ارتفاع الأسعار مقارنة بضعف المقدرة الشرائية. تقدم كبير في مشروع تهيئة وادي أربيع لحماية مدينة بحجر من الفيضانات، وأهالي الجهة يعربون عن ارتياحهم لأهميته في حماية المحيط الزراعي والعمراني بالمنطقة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في تطورات الوضع الوبائي، أعلنت الوزارة الصحة في آخر بلاغ لها أنها سجلت بتاريخ يوم الأحد الفارط 39 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 9332 حالة. في الأثناء سجلت ولاية صفاقس 8 وفيات خلال 24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا. كما سجلت ولاية مدنين أمس الاثنين 4 حالات وفاة بالفيروس، حالة وفاة تم تسجيلهما أيضا في ولاية جابس، وكذلك حالة وفاة في ولاية باجة، فيما أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بولاية توزر عن تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد. يتسم الوضع الوبائي بجابس بالخطورة، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات، وبلغت أقسام كوفيد 19 بالمستشفيات طاقة استيعابها القصوى. وضع طلب على إثره المختصون المواطنين بالالتزام التام بالإجراءات الوقاية لتجنب الأسوأ. أصبح الوضع الوبائي لفيروس كورونا بولاية جابس أكثر خطورة بعد أن تفشى هذا الوباء بأغلب مناطق الجهة على نطاق واسع. العديد من المعتمديات سجلت عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا، وأقسام كوفيد بمختلف مستشفيات ولاية جابس بلغت طاقة استيعابها القصوى. ومارت عندنا تو دو بيلو 5 اللي هي مغلوقة، تعتبر منطقة حمراء معناها ذات اختطار مرتفع، وعندنا مناطق أخرى ذات معناها خطر ثم مرتفع للغاية وثم مرتفع. عندنا مناطق ذات اختطار مرتفع، عندنا 5 بلايس أخرين ذات اختطار كما في مطمطة، كما في جبل جنوبية، كما في وذرف المطوية. طاقة الاستيعاب بجميع معناتها المؤسسات الصحية كسواء الدوائر الصحية ولا المستشفى الجهوي معناتها وصلت طاقتها القصوى، ما عادش فما بلايس شاغرة باش ينجموا يقبلوا فيها مرضى، وهذا مؤشر بالطبيعة مؤشر خطير. الهياكل الصحية بجهة جابس وصفت الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالخطير، ودعت المواطنين إلى الوعي بهذه الخطورة لتجنب الأسوأ. الوضع بتاعنا راهو قاعد يعمل وينتشر وعمل ويزيد، ما عند لعدة عوامل، عدة عوامل كما تعرفوا معناها الفاريون الجديد هذا الانجلي، تو يمكن الفاريون البرازيليان، يمكن برشا معناها سلالات جديدة قاعدة تجي، وزيد اون بلوس معناها عدم الاحترام اللي نشوفوا فيه معناها بتاع القواعد وبتاع البروتوكولات الصحيه، وسورتو الاقبال الضعيف نشوفوا فيه في الفاكسيناسيون. المواطنين يلزم يحترموا معناتها البروتوكولات الصحيه في جميع الاماكن، يكسروا معناتها يلزم لبس الكمامه يكون بصفه اليه، بينما ما يكونش فما تجمعات، يقع احترام الاجراءات اللي وقع اتخاذها على مستوى الولايه ولا على مستوى وطني. هذيك هي الطريقه الوحيده اللي باش نكسروا بها معناتها تصاعد الاعداد نتاع الحالات. القطاع الصحي بولاية جابس يشكو من نقائص عديدة، من بينها ضعف عدد أطباء الإنعاش، قطاع يجد اليوم صعوبات كبيرة في مجابهة جائحة كورونا. يعتبر المركز الجهوي للتلقيح بأريان المدينة من أكثر المراكز التي تشهد إقبالا مكثفا على عملية التلقيح، حيث يستقبل يوميا أكثر من 700 مواطن مع اتخاذ إجراءات خاصة لتسهيل سير عملية التلقيح. هكذا بدأ المشهد اليوم بالمركز الجهوي للتلقيح بأريان المدينة، إقبال مكثف وسلاسة في المراحل، إضافة إلى وضع إجراءات خاصة لتسهيل عملية التلقيح وتجنب الاكتظاظ بهذا المركز الذي يستقبل يوميا أكثر من 700 مواطن. احنا في المركز هذا المرور يسير عبر ثلاث مراحل متاع استقبال. المرحلة الأولى متاع إثبات هوية الشخص، المرحلة الثانية متاع بعض الأسئلة الفنية اللي
تخلينا نتأكدوا اللي ما تمش موانع ضد التلقيح. ثم المرحلة الثالثة هي إسداء عملية التلقيح للمواطن. في بدا ما يقدرش نخرجوا له احنا الكهرباء ونزرقوا له غادي سور بلاس ونقولوا له يقعد ربع ساعة في الباركينج بيروح شتور حتى لين يقعد تحت المراقبة قريب لنا. عملية أخرى نعملوا فيها وبدينا فيها ونحن كنا الأولين كولاية ريانا هي التلقيح على دوميسيل معناها في المنزل للناس اللي هما يبدأوا عندهم أمراض وما ينجمش يقوم بالفرش. ويبلغ عدد المسجلين في منظومة إيفاكس بولاية أريانا 80,000 مواطن. يدعوهم المشرفون على عملية التلقيح إلى احترام التاريخ والتوقيت لضمان حسن سير العملية. حب نأكد اللي راتي النهار متاعه رو يستنى الرندفو الأخر من غير ما يجي من غير ما يعملوا كومبرمور السنتر. كيف كيف إذا بينا اللي يعطيوه رندفو العشرة ما يجيناش الثمانية يجينا العشرة اللي نص نهار يجي نص نهار. المواطنون أبدوا وعيا كبيرا بإقبالهم بكثافة على التلقيح مؤكدين على أهميته للقضاء على الفيروس. إجاوا لقحوا هذا حاجة معناتها أكيدة وملحة وما تخافش لأنه هذا اللي بيش يمنعك واللي بيش يمنعنا. خافوش ما خافوش بركة أنا عندي كتر الصور ونية فهمتي ومريض بالقلب الحمد لله لباس والله كيف اللي ما عملتهاش معناتها ما حسيتهاش بكل. بيت نشكر السنتر هذايا على النظام الموجود وان شاء الله الناس كل تتوحى ان شاء الله الناس كل تمشي تعمل الفاكسان. والله من الاول خفت اماني تشجعت ولدي جابني شجعني مش ما نلقحش هذه منفعه لينا احنا ويتنزل ويتنحى علينا هالوباء اللي خلينا حائرين. وقد بلغ اجمالي التلقيح بولايه اريانا منذ انطلاق الحمله الوطنيه للتلقيح 15,000 مواطن. اكد المدير الجهوي للصحه باريانا عدم تسجيل اي اعراض جانبيه او تعكرات أو مضاعفات تذكر من ضمنهم. إذن اليوم هو أول أيام الشهر الكريم والأكيد أن الجميع يستعد على طريقته. وفي القصرين تسيطر الأجواء التقليدية على تحضير العولة على العادات هناك لتكون شربة الشعير أول ما يستعد به أو ما يستعد به لمواعيد الإفطار. بأناملها تغازل حبات الشعير التي جردت من سنابلها وغسلت بالماء واستنشقت البخار واستلقت تحت أشعة الشمس لتجفف. حبات تسحب بين كفي الخالة زينب وتتشابك داخل آلة الطحين أو الرحاء التقليدية التي ترسل ألحانا امتزجت بالطرق العربي للخالة زينب التي لا يستقيم رمضان لديها ما لم تجتمع بأجوارها لتحضير عولة رمضان وخاصة شربة الشعير أو المرمز. كل حاجة ما نخذوهاش ساجي من غادي نسجوها نحن. نحن حتى الكركم نخذوها عودة ونقدوها نحن. حتى في الرحاضي. عام نجملوا على الكاكاية وندنا كل شيء هذا كاكاية. معزن الطين والطابونة والطازين والراف. شربة الشعير أو المرمز أكلة تقليدية لا تغيب عن مائدة رمضان بأرياف القصرين. أكلة تطغى رائحتها على المكان وسرعان ما تغازل الأنوف ولها طعم لذيذ تستسيغه الألسن. الشعير هذا المرمز نحصدوه بالمنجل هكا ونهرسوه بالمطرق ونذروه ونجيبه نفوروه نعرقوه ونشروه كهكاك بعد الون يشيح نقلوه في الطازي العربي ونرحوه كهكا ويجي حاضر. ورغم لذة شربة الشعير الدياري إلا أن إنتاجها التقليدي يكاد يغيب عن المنزل التونسي وخاصة بالمناطق الحضرية. نحبوها كانها وديما موجودة عنا ديما تختناش. نقول كل شيء تصنعوه بيديكم صحيح. نفوح بيدينا نرمز بيدينا كل شيء بيدينا والعظام العربي والجزر العربي. أما بالنسبة إليها فبلهفة وحماس تستقبل دائما الخالة زينب رمضان فلا نكهة لرمضان دون تحضير عولته بما تنبت أرضها من قمح وشعير وخضر وحتى الأواني فيحلو لها أن تصنع بأناملها أواني رمضان من الطين ناهيك عن تحضير لحم الدجاج العربي والبيض. وبين هذا وذاك بكثير من الحب تستقبل رمضان شهر الإيمان والصيام.
وفي قفصة وفي السوق المركزية لم تشهد السوق المركزية إقبالا كبيرا وسط ما يشكوه المواطن من ارتفاع للأسعار. في أول أيام شهر رمضان الكريم بالسوق المركزية لمدينة قفصة توفرت الخضر والغلال واللحوم والأسماك. في المقابل أجمع ما رصدتهم كاميرا الأخبار على ارتفاع أسعار هذه المنتجات وتخطيها لما تسمح به مقدرتهم الشرائية. الضعيف مش واصل خلاص، سمعت توصل اللحم وصل العلوش، وصل العلوش 30,000. ما نجموش نعيشوا، نص ربع المعيشة هزين، ما فهمش حتى حاجة رخيصة حتى تعرف. كل شيء غالي، كل شيء ما فهمش حتى حاجة تحط عليها، هذيك تلقاها غالي. طماطم 2500، الفلفل ب 3500، وما يبيعوش كي بعضهم. باش نحط ثلاثة قالوا 30%، حط 15% أنا. ولا السلع غالية غالية وكل شيء وتبدل، حتى الوقت تبدل، مش كي بكري كي تو. الأسوام لا علاقة مع الشهريات ولا الأسوام العلاقة، ما عدناش نجمو نعيشوا في البلاد. نخرج ب 150 دينار ما نقضي شيء، فما الناس ما تقدرش تشري حتى كيلو غلة. ما فماش حركة نتاع بكري، ما فماش شريان نتاع بكري، شريان نقص. ضعف الإقبال حسب عدد من التجار يرافق ارتفاع الأسعار التي ترجعها المصالح التجارية لمواسم الإنتاج. تعتبر الأسعار نتاع الخضر والغلال تعتبر ثم الخضر الورقية ما هيش غالية بالنسبة للمواد الأساسية، الطماطم والبطاطا والفلفل ونحن والبصل، ثم أسعار يعني مذبذبة تطلع وتهبط. خطر عليهش، خطر ثم ناتج على أني خاصة الفلفل والطماطم هي تاع باكورات وتاع ثم تقاطع الفصول وثم فجوة الإنتاج، هذاك علاش الأسعار مذبذبة. مثلا كي تجي العلوش والهبرة، تجي الهبرة على جلد مثلا تخدم ب 23 دينار، سبعة حتى 27 مثلا، نقولوا احنا العلوش يخدم مثلا 22 بالنسبة للحوم البيضاء الدجاج وهذا تخدم من 4,800 حتى 5,000 و6,000. فهمتني؟ شهر رمضان المعظم يحل وسط تدني المقدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرته على مجاراة نسق ارتفاع أسعار مختلف المنتجات. وفي شأن أمني، أقدم عدد من أهالي منطقة السواسي من ولاية المهدية مساء أمس على حرق مركز أمن وسيارة أمنية إثر وفاة شابين في حادث مرور سببه سيارة أمنية، وفق ما صرحت به مصادر أمنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأفاد المصدر الأمني بأن الضحيتين كانا يمتطيان دراجة نارية قبل أن تصطدمهما السيارة الأمنية ويفارقا الحياة، وهما خلف حالة احتقان لدى ذويهما. اقتحمت اليوم عناصر من القوة العامة مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالعاصمة، واعتدت على الصحفيين والعاملين بها الرافضين للتعيين الجديد على رأس الوكالة من أجل فرض تنصيب الرئيس المدير العام الجديد كمال بن يونس. كما قام أعوان الأمن بإغلاق كافة أقسام التحرير ومنع الصحفيين من دخولها ليخرجوهم من الوكالة لاحقا. من جانبه، أكد عضو الاتحاد الدولي للصحفيين زياد دبار مساندة الاتحاد لتحركات العاملين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء وإذاعة شمس فام الرافضة للتعيينات المسقطة والحزبية حسب تعبيره، ولكافة التحركات التي تدعمهما النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وقد دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى مراجعة هذا التعيين ووضع معايير مهنية وشفافة للتعيين على رأس المؤسسة وفق عقد أهداف وبرامج بما يضمن استقلالية المرفق الإعلامي العمومي. وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أكد أنه لن يتم إعادة النظر في تعيين الرئيس المدير العام الجديد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وذلك خلال تدشين أمس المستشفى الميداني بالقيروان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. التحرك نتاعنا اليوم هذا ياتي في مواصله معناها التحركات الاحتجاجيه التي قررناها منذ تعيين كمال بن يونس على راس الوكاله، والذي اعتبرناه تعيينا حزبيا سياسيا مفضوحا يخالف يعني اهداف ومعناها المؤسسات الاعلام العمومي اللي احنا نطمحوا انه تكون منه هكا معناها فصاعدا يكون فيها تعيينات وفق برامج واهداف واضحه قادره لانها تنهض بالمؤسسه. ما زلنا مواصلين في التحركات نتاعنا وقررنا الاضراب نهار 22 افريل، واليوم معناها السيد
السيد جاء ومعناها وحاول انه يدخل للوكاله بعد المنفذ، واحنا طبعا معناها بحكم انه لم يتسلم مهنه يعني المجلس الاداره لم ينعقد ما عندوش حتى معناها بالنسبه لينا حتى صفه، ومعناها واستدعى معناها بعد جبنا القوات معناها الضابطه العدليه من رئيس منطقه ورئيس مركز بالمنار 2 شكى معناها بزملاء على اساس كانه احنا معناها صديناها للعمل. نحب نذكر معناها اللي السيد هذا مازال ما عندوش صفه معناها رئيس مدير عام للوكاله، وهذا تحرك معناها احتجاجي وشرعي مؤطر من النقابات ويتخالف معناها يخالف التعيين معناها اللي قام به السيد المشيشي القوانين معناها الجاري بها العمل. السيد هذا معناها انسان معناها متقاعد وانسان لم يمارس مهام معناها في حتى مؤسسه عموميه، ونعتقد للتمسك معناها نتاع رئاسه الحكومه بالسيد كامل بن يونس ودعم الاحزاب ليه ولا معناها شيء مفضوح جدا، ونطالبوا من رئاسه الحكومه انها معناها تتراجع عن التعيين هذا وتشوف لنا معناها بالحق حل في مساله اصلاح الاعلام العمومي. هذا وقد تم الاتصال بالسيد كمال بن يونس الرئيس المدير العام الجديد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء للتوضيح والرد على كل هذا الاحتقان الموجود بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، لأنه لم يرفع عنا السماعة ولم يجبنا. إذن مشاهدينا الكرام نواصل تقديم أخبارنا، حيث أشرف إنجاز مشروع تهيئة وادي عين الربيع لحماية مدينة بحجر من الفيضانات على نهايته، وقد وجد المنجز صدى طيبا لدى المواطنين بعد أن كان فيضان الوادي يشكل هاجسا لهم ولأبنائهم تلاميذ وخطرا محدقا يتهدد منازلهم. لاقى إنجاز مشروع تهيئة واد عين الربيع لحماية مدينة بحجر من الفيضانات استحسان الأهالي خاصة القاطنين في محيطه بعد أن عانوا لسنوات ويلات فيضاني. قبل كان الواد وقت اللي طابت المطر بالقوي كان الماء يدخل للكلاج، أما تو وقت اللي عملوا الحيوت وعملوا بناوا مرة أخرى ما عادش يدخل. وقت تصب المطر القوية كان عندنا ديما خوف أنه باش يهجم علينا الواد، في الصيف كان فيهم برشا ناموس وبرشا وشواشة. بالإنجاز وبالتبليط متاع الواد نحانا الخوف هذا ولينا في نقولوا احنا نقريو مرتاحين. كيف فاض الواد وصل لنا للديار متاعنا صغيرات بطبيعة الحال قاد صعوبة كبيرة ياسر، ولينا احنا نهزوهم والبعض تبل والبعض معناها فما اشكال كبير ياسر. نوعية المياه تنتج عليها روائح كريهة باعتبار كونه معناها تحتوي على العديد من المواد الكيميائية ومعناها معامل اكسترا. عندنا زون هنا زون انجسيرالي اللي ممكن تأثر على محتويات الماء، كان يسبب معناها خطر على المتساكنين بحكم قرب المتساكنين للواد هذا، كذلك مصدر متاع تلوث ومتاع تكاثر الحشرات. بتهيئة جديدة أعطت نقلة نوعية للمواطن. مشروع وطني بلغت نسبة تقدم أشغاله 90%، سيساهم في حماية المحيط الزراعي والعمراني بالمنطقة. المشروع هذا هو مشروع وطني تم إبرام الصفقة منذ أكتوبر 2019 بكلفة جملية 4 مليون دينار ومدة تعاقدية سنة. المكونات الأساسية للمشروع هذا تتمثل في تهيئة جزء من وادي عين الربيع بقناة من الخرسانة المسلحة والحجارة وتركيز حواجز واقية وتعديل الجزء السفلي من وادي عين الربيع. بلدية كانت تلقى برشا صعوبات من ناحية التدخل، اليوم بالتهيئة ذي احنا تنفسنا السعداء ونشوف رواحنا ما عادش نكبلوا مصاريف جديدة وما عندناش احنا بيدنا مثلا الموارد ونلقاو احنا رواحنا الموارد هذه نجمو نخصها في مواضيع اخرى، في تحسين الطرقات، في التنوير الى غير ذلك. ويذكر ان اشغال واد عين الربيع تمتد على مسافه 1500 متر وتصب مياهه في قنوات محطه التطهير للمعالجه. نهايه النشر مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بابرز ما جاء فيها في هذه العناوين. أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في تصاعد، ومعتمديات في ولاية جابس تصنف ذات اختطار مرتفع ومرتفع جدا، ومستشفيات الجهة تبلغ طاقتها القصوى. عادات وتقاليد تحافظ عليها الأسر في الجهات، احتفاء بشهر الصيام وحركية في الأسواق يرافقها تذمر من ارتفاع الأسعار مقارنة بضعف المقدرة الشرائية. تقدم كبير في مشروع تهيئة وادي الربيع لحماية مدينة بحجر من الفيضانات، وأهالي الجهة يعربون عن ارتياحهم لأهميته في حماية المحيط الزراعي والعمراني بالمنطقة.
أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.